امتدح مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة لاعبي فريقه وقال إنهم يؤدون بشكل مدهش رغم خسارة أول 5 نقاط في الجولتين الأخيرتين بالليغا. ونفى فالفيردي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة 7 من الليغا على ملعب كامب نو شعوره بالقلق، لكنه قال عندما تخسر دائما تكون هناك بعض التبعات، وذلك تعليقا على خسارة الفريق في الجولة الماضية في ملعب بوتركي أمام ليجانيس بهدفين لواحد وتعادله على أرضه في الجولة قبل الماضية بهدفين لمثلهما أمام جيرونا. وصرح فالفيردي كدنا نفوز بمباراة جيرونا رغم النقص العددي وقدمنا فترات جيدة للغاية أمام ليجانيس، لا أرى اختلافا كبيرا بين أسبوع وآخر. وعن أسباب وصفه للهزيمة أمام ليجانيس بالعرضية أشار إلى أنه من الغريب للغاية أن يستقبل فريق هدفين في دقيقة، لهذا فهي خسارة عرضية. كما نفى المدرب انخفاض مستوى قلب دفاع الفريق جيرارد بيكي الذي تسبب في دخول الهدف الثاني أمام ليجانيس بقوله يقلقني أكثر الهدف الأول للجانس عن الثاني، في النهاية ستكون هناك أخطاء، أرى بيكي بحالة جيدة للغاية ويركز في كرة القدم.